الكره من ناحيه عجمان، هنا الجسمي مع نادي عجمان بعد اصابته. هذه كره عاليه، الله، الوصل يسجل، الامبراطور يتقدم، الذهب يفرح جمهوره في مدرجات الذهب، الاصفر يعود متالقا من جديد. الله يا وصلاوي، فرحة عيد بارون في المدرجات دوندا، فرحة الكل. شوف هذه الإعادة، الكرة العالية على راس الفارو، من فيريرا إلى الفارو، من عرضية إلى رأسية إلى شباك عجمان. ها هو الوصل يبدأ عطف أول الألحان، أول الألحان في هذه المباراة. هدف وصلاوي عن طريق الفارو الذي يضيف ويسجل الهدف رقم 11 له في هذا الموسم. فوركسي اللي حقيقه يعني ما عاد يقدم المستوى الكبير كما كان، هنا الفارو اللي يقدم مستوى كبير. الفارو، 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 جول للوصل، الوصل، جول للوصل. بعد صيام طويل يا الفارو، ثنائية للاعب الفارو. شو الأرجنتيني سجل، هذا الأرجواياني، هذا الأرجواياني والله اللي هو قادم من طبعا أمريكا اللاتينية، يسجل بهذه الطريقة الرائعة جدا، بهذه الطريقة الرائعة جدا، وبالتالي الوصل 2 عجمان لا شيء. يا لها من بداية ويا له من وصل آخر، والكرة عن طريق ياسر سالم، عرضية عالية إلى الفارو، استلمها في منطقة الجزاء، حافظ عليها لف ودار، يحاول يمر الفارو وضربة جزاء. الوصل يتحصل على بينالتي، اللقطة اللي راح نشوفها الآن. شوف الفارو لما حافظ على الكرة، لما لف ودار وسقط على أرضية الملعب، وبالتالي شوف حالة تحكيمية أخرى تحال إلى طاولة خبير التحكيم في دبي الرياضية سالم سعيد. هذه كرة يعني يقول لك هل تدخل على الكرة؟ هل كان يقصد الكرة؟ سمير إبراهيم ما لمس الكرة في اللقطة الماضية، وبالتالي كانت العرقلة على قدم مع الهاتريك من خلال هذه الكرة، من خلال ضربة الجزاء. الفارو وجابر جاسم، الفارو، هاتريك يا أوروغواياني، هاتريك بأجمل الأغاني. الوصل يستعيد الفرحة، يستعيد النشوة، يستعيد التقدم، يستعيد مرة أخرى نغمة الانتصار. حق هذه المباراة عاد جمهور الوصل، عاد الجمهور الأوروبي مرة أخرى إلى الاحتفال في مدرجات زعبيل. هكذا حصل عليها الفارو، وهكذا تمنى المشجع العجماني ألا تدخل، لكنها دخلت بقوة، بقوة في مرمى جابر جاسم. الفارو في مرمى جابر جاسم بألحان من الزمن الجميل، بألحان رائعة تعيد الوصل إلى المباراة مرة أخرى، تعيد هذه الجماهير إلى الفرحة من جديد، تعيد الجمهور الأوروبي إلى الأغاني. تتلي علي عباس، عباس مرة أخرى، تخيل الوصل من يوم ما فاز، من يوم ما فاز على الشعب. هذه كرة لفيريرا، فيريرا، الإمبراطور، الذهب، الشمس، الوصل، قل ما شئت من الأسماء فلقد عاد هؤلاء يا وصلاوي، لأنهم يبحثون عن الانتصارات، لأنهم يبحثون عن التاريخ، لأنهم يبحثون
فيريرا في المرة الرابعة. الوصل كنت أقول قبل شوي، من يوم ما فاز على الشعب 3-2، الوصل لا يتذوق طعم الانتصارات، يعود مرة أخرى بعد 3 مباريات.